فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: مجموعة من النساء يقمن بفعل الخير، وهو زيارة المرضى في أول يوم من العيد، فقد فعلنا ذلك مرتين ويعطون العيد. نعم، في أول يوم من العيد يقمن بزيارة المرضى، وقد فعلنه مرتين ويعطونهم هدايا. ما رأي فضيلتكم إذا كانت هذه الزيارة مستمرة في ليلة العيد أو في يوم العيد من كل سنة؟ هذه بدعة، هذه بدعة يجب النهي عنها. زيارة المريض ما هي محددة بيوم العيد وليلة العيد. ثم الهدية أيضا يهدون لهم زهور، هذا طريقة النصارى، هم اللي يهدون الزهور، ما هي بطريقة المسلمين. إذا كانوا يهدون لهم يهدون لهم شيء ينفعهم، إذا كانوا فقراء يجيبون لهم نقود، يجيبون لهم طعام ينفعهم، يجيبون لهم لباس. أما الهدايا الزهور وما أشبه ذلك وتخصيصها أيضا بيوم أو بالليلة، هذا من البدع المحدثة. نعم.